في حته مهمه عايز اكلمك فيها، مش عايز تفكيرك يبقى مقتصر على الاوبشن بسيناريو معين، عشان ده غلط. يعني يعني ما تبصش على الديسكونكتد ميل بوكس تقول اه ده انا مش هستخدمها غير في السيناريو بتاع التشايلد. لا مش عايز كده. الديسكونكتد ميل بوكس ليها سيناريوز تانية. على سبيل المثال ان احنا عندنا سكرتيره، السكرتيره دي سابت الشركه ومشي، فعيننا بدلها سكرتيره جديده. السكرتيره الجديده دي محتاجه الايميلات بتاعه السكرتيره القديمه. معايا؟ هنجيبها لها منين؟ الاكونت اتدلت خلاص والميل بوكس اتدلت، بس موجود عندي في الديسكونكتد ميل بوكس. فهبدا ان انا اكريت اكونت جديد للسكرتيره الجديده من غير ما اعمل له ميل بوكس، وابدا اكونكت الميل بوكس بتاع السكرتيره القديمه على الاكونت بتاع السكرتيره الجديده. مفهومه؟ على فكره دي كانت موجوده من ايام 2003. 2003 كنت بتقف على الديليتد ميل بوكس وتقول له ران كلين اب ايجنت، فكان يعلمك عليهم كلهم ان هم متدلتين، فتبدا تقف على اي ميل بوكس وتراي كليك. فكنت بتلاقي اختيارين، الاختيار الاولاني اسمه ريكونكت. ريكونكت دي معناها ايه؟ تريكونكت الميل بوكس ده هو على يوزر ملوش ميل بوكس، او كان في اختيار تاني اسمه بيرج. بيرج دي معناها ايه؟ خلاص دلت الميل بوكس ده مش عايزينه. ده كان في 2003. في 2007 بقى مفيش حته البيرج دي. لو انت عايز بقى تعمل قصه البيرج، تدلت الاكونت من جوه الاكتف دايركتوري مش من جوه الاكستشينج. معايا؟ لو انا دلت الاكونت من جوه الاكتف دايركتوري هو بيدلت الميل بوكس بتاعه، والميل بوكس بتاع اليوزر ده هو ما بيبقاش موجود في الديسكونكتد ميل بوكس، ما بيروحش هنا. معايا؟ مفهوم الحته دي ولا صعب؟ في اليوزر نيم مش شرط اليوزر نيم يكون واحد. ما هي ما هو كده هيبقى مختلف، اكيد لازم يكون مختلف. طب ما لازم يكون مختلف. يعني احنا دلوقتي هقول لك على حاجه ظريفه قوي. يعني احنا دلوقتي عندنا هنا لو وقفت على الريسيبيانت وقلنا له موديفاي السكوب وخليناه يبص على مين؟ تقول له بص على الجلوبال كاتالوج فيجيب لك كل الليله، يعني فاهم؟ مين الجلوبال كاتالوج بتاعنا؟ الجلوبال كاتالوج اللي هو اول دومين كنترولر في الفورست اللي هو ده. بص بيقول لك ايه؟ view all recipients in forest، فيجيب لك الليله كلها. جاب لي كل الريسيبيانتس. معايا؟ كل الريسيبيانتس بتوع مين؟ اللي موجودين في الفورست. مفهوم ولا مش مفهوم؟ معايا؟ فانا ممكن اعمل حركه ظريفه قوي، ارايت كليك كده واقول له ايه؟ انا عايز اكريت نيو ميل بوكس. واخد بالك من انتاير فورست دي؟ نيكست. نيو يوزر. نيكست. اليوزر ده موجود فين؟ موجود في الدومين اللي اسمه abc.local. صح؟ فيرست نيم محمد، لاست نيم طول. صح كده؟ ام طلبة، وادي الباسورد، وادي الباسورد. نيكست. حط الداتا بيس بتاعته هنا مثلا. الراجل ده اتش ار مانجر. اوكي. نيكست. نيو. فينش. ماشي. تعال نبعت له ميل. هنخش ام طلبه باسورد. ام
هنظبط للراجل ده بروفايل. نيكست. فينيش. الراجل ده طبعا حاضر. طبعا الراجل ده هو اللي اسمه محمد طلبة لما عمل لوجن فتح الميل بوكس بتاعه ابيض يا ورد الجناية، صح؟ مش حاجة خالص. حلو، ركز معايا بقى دلوقتي. تامر عصام ده كان المفترض الاتش ار مانجر القديم وقدم استقالته، محمد طلبة ده هيمسك بداله. فمحمد طلبة عايز يشوف الايميلات بتاع تامر عصام علشان يتابع البيزنس معايا، فاروح جاي هنا عامل رايت كليك على تامر عصام وقال له ايه؟ ريموف. يس. وطبعا الاكونت بعد ما حصل له ريموف راح في الديس كونكتد ميل بوكس. خلي بالك انت لو موفت الاكونت ده، هو خلي بالك انت لو عملت ريموف للاكونت ده من الاكتف دايركتوري هيتدلت الاكونت وهيتدلت الميل بوكس ومش هيروح في الديس كونكتد ميل بوكس. وبيروح في الديسكونكتد ميل بوكس لما اتدلته من جوه الاكستشينج. دي مهمه جدا. فهم الكلام؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ محمد طلبه ده هو المفترض ان هو عنده ميل بوكس. محمد طلبه عنده ميل بوكس، فمش هينفع ان انت تكونكت تامر عصام على محمد طلبه. لان محمد طلبه اوريدي عنده ميل بوكس. جه الاي تي، انا قصد ان انا كريت على فكره، قصد ان انا اعمل له ميل بوكس. جه الاي تي ما كانش يعرف القصه دي وما كانش عامل حسابه ان احنا هنكونكت ميل بوكس على محمد طلبه فكريت له ميل بوكس. فطبعا ما ينفعش تكونكت ديسكونكتد ميل بوكس على واحد اوريدي عنده ميل بوكس. هنعمل ايه بقى؟ هنرجع نقف على محمد طلبه. جالنا ورقه من الاتش ار بتقول يا جماعه تامر عصام اللي هو قدم استقالته ده، احنا عايزين محمد طلبه اللي هو المدير الجديد يشوف ايميلاته القديمه، يشوف ايميلات تامر عصام القديمه. فيجي الاي دي الغشيم اللي هو كاريت ميل بوكس لمحمد طلبه، ماشي، يقف كده على تامر عصام وراكلك ويقول له كونكت نيو يوزر اكزيستنج يوزر. مش هيلاقي محمد طلبه وسط الناس دي لان اوريدي عنده ميل بوكس. فهمتوا بقى ولا ما فهمتوش الحته دي؟ فوقتها هيعمل ايه بقى؟ ها اللي بالك لسه محمد طلبه جديد ولسه ما بعتلوش ايميلات، فممكن نعمل حركه ظريفه قوي. نقف بقى على محمد طلبه ده. فين محمد طلبه؟ ونرايت كليك بقى هتلاقي ايه؟ ورايت كليك هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ ها ديسيبل، ماشي، ديسيبلينج ذا ميل بوكس ويل ريموف ذا اكستشينج بروبرتيز فروم ذا ويندوز يوزر اوبجكتس، ماشي، اند مارك ذا ميل بوكس ان ذا داتابيس فور ريموفال. اتشال، صح؟ لما نيجي بقى نقف تاني على تامر عصام تراي كليك كده وتقول له كونكت اكزيست يوزر ميل بوكس اكزيستنج يوزر، هتلاقي محمد طلبه ظهر. ورغم ان هو بيقول له ديسيبل، مش ديسيبل، الاكونت بتاعه مش ديسيبل. ديسيبل بتاعت الاكستشينج معناها ريموف الميل بوكس، ماشي، هتقول له اوكي نكست كونكت فينيش. هنيجي بقى هنا عند طلبه كده، هنيجي هنا كده عند طلبه، نفتح الكنترول بانل ميل
شو بروفايلز وندلل بقى البروفايل الايه القديم اللي هو اصلا ما كانش فيه ايميلات بس الاي دي كان مكريت له ميل بوكس علشان ما يعرفش ان احنا هنريكو نكت ميل بوكس عليه عشان كده شلنا الايه الميل بوكس القديم بتاعه وكريتناه لواحد جديد بس كريتناه لواحد جديد ازاي كريتناه اليوزر اكاونت وعملنا ريكو نكت للميل بوكس تعتمد رسام عليه فاهم اقول له هنا بقى اد محمد طلبة نيكست فينيش اوكي شايف شايف راجل شاف مين شاف ايميلات تامر عصام حتى الديليتد ايتمز كل حاجه بس خلي بالك بقى الايميلات دي كانت جايه لمين لتامر عصام مفهوم تو تامر عصام كل الحاجات دي تو تامر عصام معايا ما هو انما اي ايميل جديد بقى محمد طلبه يا عم ده ميل بوكس جديد للراجل اسمه محمد طلبه انكلودنج جواه الايميلات بتاع تامر عصام القديم مفهوم كده ماشي يا شباب مفهوم الكلام ولا مش مفهوم خلاصه الكلام الجمله المفيده اللي نطلع منها رقم واحد ما تربطش اوبشن معين بسيناريو معين دي حاجه رقم اتنين ما اقدرش اعمل كونكت لديس كونكتد ميل بوكس على يوزر عنده ميل بوكس مفهوم ولا مش مفهوم حاجه الثالثه لو عايز تعمل بيرج يعني لو عايز تدلت الاكونت ده بالميل بوكس بتاعه من جوه الاكتيف دايركتوري مش من جوه الاكستشينج صح يعني لو انا دخلت دلوقتي جوه الاكتيف دايركتوري وقفت عند ولاء ودلتها انا كده دلبت الاوبجكت صح كده لو رحت على الاكستشينج عملت اولا ريفرش مش هتلاقي ولاء لو رحت في الديسكونكتد هنا وعملت ريفرش مش هتلاقي ولاء الاكونت اللي بيتدلب من الاكتيف دايركتوري مهمه جدا 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 دي مهمه غايه في الاهميه الميل بوكس بتاعه ما بيروحش في الديسكونكتد ميل بوكس خلاص بقى باك اب باك اب بترجع الاكونت اللي اسمه ولاء جوه الاكتيف دايركتوري وبعد كده بتبدا تجيب الميل بوكس بتاع من الباك اب ممكن اسال سؤال اتفضل دلوقتي حضرتك الميل بوكس موجود في الميل سيرفر انا بعت مثلا ميل مثلا عز تمام دلوقتي عز ما بيجي ككلاينت ما بيجي مش بيسحبه زي اي مش بيسحبه بقى عنده على الجهاز بتاعه بوب 3 مش عنده عادي عنده الايميل ده اللي انا بعته وبعته ده هو بوب 3 عنده بي سي مخزن الايميلات كلها على بي اس تي فايل بياخده هو ماشي انما لو هو مابي لو هو مابي لا بيرمي السيرفر لو هو مابي ايميلاتك كلها موجوده على السيرفر يعني معنى حضرتك كده ان انا دلوقتي لو معايا لابتوب اقدر اشوف وانا على السيرفر لما بعمل الكونكشن وانا في البيت ما اشوفش ايميلز الا بقى لو انت دخلت اوتلوك ويب اكسس من بره لو دخل الا لو دخلت اوتلوك ويب اكسس من بره النت يعني دي لسه هنشوفها اوف لاين لا اوف لاين ممكن لو انت عامل الكاش لو انت عامل الكاش ديمود لو انت عامل الكاش ديمود ما انا اهو يعني انا دلوقتي لو جيت هنا دلوقتي فتحت الايميل ايميلاتي دي ايميلاتي انا شايفها ايه ها وانا اوف لاين ليه لان انا مظبط تولز اكونت سيتنجز مايكروسوفت اكسشينج يوز كاشد اكسشينج مود يوز كاشد اكسشينج مود
مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ لو انا كنت شال التشيك بوكس ده هو مش هشوف اللقطه دي، وانا دلوقتي اصلا ما اقدرش اسند ولا ريسيف، ما اقدرش ولا اسند ولا ريسيف ايميلز. اي ايميل هعمل له سند دلوقتي هيقعد في الاوت بوكس لحد ما بقى كونكتد يطلع من الاوت بوكس. لو مظبط اللي هو الاوت لوك اشتغل في بقى حاجه اسمها اوت لوك اني وير، دي هنشوفها مع بعض. ان انا كونكت البروفايل اللي اسمه مابي بصرف النظر انا دلوقتي جوه اللان او بره اللان. وفي حاجه تانية بقى اسمها اوت لوك ويب اكسس، انك انت تشوف الميل بوكس بتاعك عن طريق الويب، دي لسه برضو هناخدها مع بعض. ماشي، مفهوم الكلام كده ولا صعب؟